الامور اللي الواحد حابب ان هو او نبدا كلامنا النهارده عن فريق الكوره على طول، مش عايزين نتكلم في اي امور اخرى، ولكن في كره القدم هقول اللي قلته قبل كده. احنا لسه ما تاهلناش رغم ان النتيجه رائعه في مباراه الذهاب في رادس وكسبنا 3-0، ولكن الترجي سيظل اسم كبير وفريق كبير حتى لو عنده هزه فنيه. الاهلي هيلعب المباراه دي وكأنها مباراة ذهاب، كأن لسه المباراة لم تلعب. ده اللي أنا بقوله لحضراتكم من واقع اللي أنا عارفه داخل النادي الأهلي وداخل التدريبات في النادي الأهلي. إحنا عمرنا ما هنفكر في المباراة النهائية دلوقتي، ولا مين اللي هيلعب ولا إيه ولا خالص، ماليش علاقة. لا قدر الله ممكن كل حاجة تحصل يوم الجمعة، كرة القدم فيها كل شيء. الأهلي دايماً عنده طموح المكسب، عايزين نكسب كل المباريات، ما بيدخلش أي بطولة إلا عشان ينافس عليها ويتوج باللقب. ولكن أنا مش شاغل بالي مين اللي هيتأهل النهائي، سواء وداد سان داونز مش فارق معايا، المهم أنا أصعد الأول وبعد كده وداد أو سان داونز، وساعتها هبقى أجي أتكلم مع حضرتك ولا أقول لك أصل اتغلبتوا مش عارف إيه، هتكلم وقتها. بس خلينا الأول نعدي هذا الفريق الكبير الرائع الجريح، فريق الترجي يوم الجمعة، وبعد كده نبقى نتكلم عن الوداد ولا الترجي ولا مين ولا ما يصحش يا جماعه الكلام ده، الكلام ده لسه بدري على هذه الامور. كل لعيبه كره القدم عارفين ان يوم الجمعه اللي جاي المباراه صعبه، لان انت بتلاعب فريق كبير وجريح. احنا الاقرب، احنا دايما الاقرب. بالمناسبه كسبنا 3 اتغلبنا 3، احنا الاقرب في كل شيء، ولكن كره القدم لا تعرف هذا الكلام. كره القدم تعرف المستطيل الأخضر وال90 دقيقة وإيه اللي هيحصل في ال90 دقيقة. لكن أنا دلوقتي من فضل حضراتكم، لأنه أنا شايف حالة كبيرة من التفاؤل في هذا الأمر، نتفائل. على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن أنا أي مباراة بيدخلها النادي الأهلي من وجهة نظر أنا بقى كمشجع مش كلاعب كورة، كمشجع أهلاوي، لا بشوف إن الأهلي هو الأقرب في كل المباريات. ولكن صدقوني مثل هذه المباريات لا زي الترجي، الفرق الكبيرة دي، هذه الأسماء الكبيرة، الترجي، الرجاء، الوداد، سان داونز، الأسماء الكبيرة دي لما بيحصل عندها هزة بترجع أقوى من الأول. فمهم جدا 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 إن أنا أقول لحضراتكم إن إحنا كلنا إن شاء الله 10,000 متفرج يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، إن شاء الله نبقى موجودين كلنا، وإن شاء الله نقف في ظهر النادي الأهلي ونساعد النادي الأهلي ونقف في ظهره في كل شيء. ولكن مباراة مهمة ومباراة صعبة، سيظل اسم الترجي كبير جدا مهما كانت الأمور، ومهما حاول البعض أن يقلل من فوز النادي الأهلي على الترجي، أو مهما حاول البعض أن يقلل من اسم الترجي. معروفين بالاسم، هم مين اللي بيعملوا كده؟ وبيعملوا كده الغرض منهم مش الترجي، الغرض منهم الأهلي.